السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بحضراتكم. 22 مايو 2023، أنا أحمد حبيب محدثكم هنا من هيلتون هليوبلس في ضيافة قناة عمان الرسمية، هنا متحدثا عن واحدة من الزوايا التي جمعت بين العلاقات المصرية العمانية، وهي زاوية شعبية بامتياز. بسعد لما حد يقول لي بحييك على شغلك خارج مصر، وبحييك على ما تقدمه في سلطنة عمان من أفكار وأعمال وإلى آخره. واليوم مدعو من الملحق الإعلامي من السفارة العمانية هنا للحديث عن هذا الجانب. حقيقة العلاقات المصرية العمانية علاقات متميزة واسعة ممتدة، علاقات توصف بالحقيقية، ليست علاقات هشة أو علاقات ذات قشرة، ولكنها علاقات متينة بمتانة أصحابها. الجانب المصري بدءا من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة والشعب والعلماء والنخبة التي سافرت إلى سلطنة عمان في الأزمان المتعاقبة والعقود السابقة، ومن الجانب الآخر السلطان هيثم طارق وهذا الشعب العظيم المضياف الجميل الراقي خلقا وخلقة وشكلا وشاكلة ومحتوى وطريقة وأسلوب على أعلى مستوى، بشهادة كل من سافر وعاش هناك بين هذا الشعب العظيم. حقيقة أنا كأحمد حبيب كخبير متخصص في بناء منظومة الهوية المؤسسية الرقمية المتكاملة، شرفت ببناء منظومة الهوية المؤسسية المتكاملة لواحدة من أكبر المؤسسات في سلطنة عمان ومقرها مسقط. المؤسسة هي مؤسسة خدمات الأمن والسلامة، هي أكبر مؤسسة أمنية خاصة في سلطنة عمان، بنتكلم عن 10,000 موظف بينهم ضباط وأفراد أمن متقاعدين. طبعا يرأس المؤسسة رئيس مجلس إدارة المؤسسة هو سعادة اللواء عبد الله الحارثي، وهو حاليا مساعد المفتش عام للشرطة والجمارك، وكذلك أعضاء مجلس إدارة لفيف من القادة العظام شرفت أن أعمل تحت قيادتهم، والرئيس التنفيذي للمؤسسة هو العميد ركن المتقاعد سعيد بن سليمان العاصم. قدمنا وبنينا واشتغلنا سويا على بناء منظومة الهوية، وكان لها أبعاد تخص المؤسسة كالكيان والهيكلة وكذلك الأفراد، فكنت قريب جدا من الحالة العمانية على مستوى التعامل والأسلوب والأخلاق والنمط والنهج والتناول والنقاش والعصف والإبداع والدعم والإدارة. لو عدت أعدد كثير من الأفكار وكثير من الحالة التي كانت لا أنتهي. حقيقة هنا في مصر نشرف ونسعد بتواجد معالي السفير عبد الله الرحبي سفير سلطنة عمان في القاهرة، وعندما أستمع إليه في مداخلاته الإعلامية وفي ظهوره المتميز ألمس كم هو حقيقة الشخص المناسب في المكان المناسب، محبا للجمهورية جمهورية مصر العربية، وهو خير سفير يمثل سلطنة عمان. نعيش هذه الفترة أجواء فخمة جدا، وهي العلاقة المصرية العمانية في واحدة من أحسن حالاتها. كيف ستبدو في الفترة القادمة، وماذا ستسفر هذه الزيارة عن بناء وتعاون وتنمية مشتركة وتبادل مشترك في الثقافة والاقتصاد والعلوم وكثير من الملفات، هي على مائدة التفاوض بين القائدين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكذلك السلطان هيثم حافظهم الله. حقيقة لا أستطيع أن أوفي المقام قدره من الكلمات والمعاني العظيمة التي تعبر عما بداخلي تجاه هذا البلد الطيب، أهله قيادة وحكومة وشعب سلطنة عمان. عشت هناك شهور في المشروع الواحد، وقدمت أكثر من 3 مشاريع على سنوات متفرقة، وكل مرة يزداد ثقتي وقناعتي بأن هذا الشعب شعب مختلف، ليس هادئا فقط وليس طيبا فقط وليس مميزا في تناوله فقط، ولكن لديه ما يقدمه من علم وخبرة وحلم وخلق وتواضع.
تحياتي أنا أحمد حبيب مستشار الأكاديمية العربية للعلوم الأمنية لشؤون الإعلام، وكذلك مستشار مؤسسة خدمات الأمن والسلامة بمسقط لشؤون الهوية المؤسسية الرقمية المتكاملة، وخبير متخصص في بناء منظومة الهوية المؤسسية الرقمية المتكاملة. تحياتي ويتجدد اللقاء.